أول مرة كيو، مش وقت على كيو، اصبر شوية. ثاني مرة حلقة الأولى كيو، يا دينو مش وقت. ثالث مرة كيو زعمك هيكي، هذا وقتها هذا وقتها. تبيني نبدو تصوير؟ حميد الله بقى نبدو تصوير. فاصل ونواصل. بدينا بديت زرقاء. بدينا كلنا صح. نبدو ماشي ماشي. خامس سادس مرة، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة كيو أكشن. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الموسم الثالث من برنامج يلا شباب. السنة هذه موسمنا تحت شعار هذا وقتها. هذا وقتها هو الهاشتاج الخاص بالموسم بتاعنا للسنة هذه. الناس اللي التحقت برنامج يلا شباب ممكن مش عارفين شنو هو برنامج يلا شباب. خلونا ناخذوا فلاش باك سريع للموسم الأول من يلا شباب، تذكير بسيط للناس اللي كانت تحضر فينا زمان والناس اللي ما كانتش تحضر فينا، خليها تتعرف على البرنامج. فلاش باك يلا شباب. الناس اللي تحقد بينا في الموسم الثاني تفرجت على الموسم الأول، والناس اللي تول تحقد بينا ما شاء الله في الموسم الثالث ما شافتش الموسم الثاني. خلونا نطلعوا فلاش باك جديد نتعرفوا فيه أو نشوفوا لقطات سريعة عن الموسم اللي فات. هذا كان يلا شباب اثنين، تو نحن قاعدين في يلا شباب ثلاثة تحت شعار هذا وقتها. هذا الهاشتاج متاعنا ان شاء الله حنتعرفوا عليه على حلقتنا هذه اللي خصصناها ان نتعرفوا على الموسم الثالث. الحمد لله طبعا فريق العمل مازال متواصل معنا، نفس الفريق وجو معنا شباب جدد، حنتعرفوا عليهم كله في الحلقة هذه. هذا سؤال مهم للمشاهدين، جاوبونا عليه. شوفوا ان شاء الله تعليقاتكم اليوم على الصفحة، اعرفوا نحن فيش نديروا هنا مع يلا شباب ثلاثة وهذا وقت. الورقة هذه أكيد شفتوها على صفحتنا على الفيسبوك. الورقة هذه فيها حاجة هنتعرفوا عليها مع بعضنا في برنامجنا يلا شباب في الموسم الثالث تحت عنوان هذا وقتها. الصندوق هذا حطينا فيه حاجة، شنو الحاجة اللي حطيناها فيه؟ ممكن بعض المشاهدين مش عارفينها، هتتعرفوا عليها في برنامجنا يلا شباب ثلاثة تحت شعار هذا وقتها. وهذا وقت الصندوق هذا. يلا شباب ثلاثة كان عندنا أصعب حاجتين، يعني كان يضغطن على البرنامج وعلى خطة السير الخاصة بالبرنامج. كان في البداية هن الأذونات اللي خذيناها في مواقع التصوير اللي كنا نبو ننزلوا كفريق عمل ونصوروا فيهن، والحاجة الأخرى طبعاً واللي تعبتنا كيف ما شفتوا في بداية الحلقة الضي انقطاع علينا. شذي محايا يا صلصال أنا أشوف إيه الضي انقطاع. هو أكبر الضي انقطاع، مكملين الحلقة ما درش استوب علي الآيزو. الحمد لله الضي جاي يعني بعد انقطاعات ست ساعات قريب ست ساعات كان شرف كبير لنا ان نجو هنا وفي الوقت هذا والضي المقطوع. طبعا حمو الضي مقطوع. طبعا يلا شباب الموسم الثالث تحت شعار هذا وقتها تميز بتناول مواضيع جميله ورائعه وان شاء الله تعجب المشاهدين. هذا مميز يلا شباب الموسم الثالث. طبعا الصعوبات ما كانتش من الناحيه التقنيه او التصوير او كذا، ولكن كانت تاخير في العرض النص الثاني من رمضان، والتواصل مع القنوات كان فيه شويه صعوبه وتاخير. طبعا يلا شباب ثلاثه ماشي مازال في الشقين الاساسيات الخاصه به. الشق الاول هو اللي انبنى عليه برنامج يلا شباب من الموسم الاول، كان هو شق التطوع والابداع في المجال العمل التطوعي. الحاجه الاخرى اللي حاولنا نغطوها طبعا بعض القضايا الاجتماعيه وبعض الحاجات التنمويه اللي تخص المواطن وتخص خاصه
شريحة الشباب الليبي. التجربة بالنسبة لي أنا نقدر نقول 60% نجحت، خلينا نشوفه بقوة علي الله أعلم. أحمد مش عجبته 60%. يلا شباب، السنة فاتت برويطة والسنة هذه برويطة، الله يسامحكم يا بصمة خير. فطبعا الناس تخطم الانتقال، مسرح سكر فتبي له باش ينهض. مسرح من قبل تغير يتوى بواجد. احنا جاهدنا بان المسرح ما يوقفش. حكينا في الموسم اللي فات على مبادرات رياضية، وان شاء الله في الموسم هذا غطينا مجموعة من المبادرات الرياضية وأكيدة في هذا وقتها. احنا تو ما شاء الله قاعدين في نادي السلطان اللي يعتبر من افضل الاندية في مدينة بنغازي او بالاحرى حتى في المنطقة الشرقية. ثلاثة شد الذراع وانت تلعب، شد الذراع فوق. هي خمسة الاخيرات، واحد اثنين احسن في العادة يعني. يباع اندر تيبل كما تقول يعني، يباع من تحت لتحت و... هو... حتى خمس ترديدات. خمسة؟ خمس ترديدات. الراجل هذا بطنانجي بالليبي. بعيدا عن الفن وما الى ذلك، تفرجت على برنامج يلا شباب في الموسم الثاني والاول؟ شفت. صراحه لا، صراحه لا، ما شفت عندي حدا صفت على الانستا. هل حتفرج على الجزء الثالث؟ اكيد. اكثر حلقه لفتت انتباهي اني شفتها هي الحلقه اللي تدعو على التيشيرتات الشباب اللي يشرو فيه مكتوب عليهم كلمات انجليزيه مش معروفه يعني. طبعا هذا كله نحن ما نسيناش التعليم ومزاياه وعيوبه، حاولنا ان نشوفه المزايا أكثر من العيوب الموسم هذا، يعني كانت عندنا مفروض أن نشوف شوية عيوب لكن تغاضينا عليهم، والحمد لله شفنا أمثلة حية عن التعليم النموذجي. هذا وهذا أكبر مني وأكبر من فريق العمل عمره، ومع ذلك في مدارس ما عندهمش الكلام هذا كله، ما عندهمش حتى مكتبة. العضوية تجدد كل سنة، طبعا عضوية مجانية بما أنها داخل مدرسة عامة، وهنركز ونقوله داخل مدرسة عام، إن راهو حتى الطالب اللي ما عندهش حق زي المدرسة هي اللي تكفل بتوفير زي. سمعت إنكم دارين جمعية خيرية أنا خاصة بالمدرسة. هو الموسم هذا أحسن إن شاء الله من المواسم اللي فاتن كلن، خدينا فيه مواضيع هادفة وتناولنا فيه أحداث رمضانية، منافسات، مسابقات، مواضيع كلن جديدة، وإن شاء الله ينال إعجابه. هي أكثر صعوبة واجهتنا بحكم ظروفنا نحن كشباب، اللي دراسة، اللي الأهل، التزامات شخصية الأغلبية. طبعاً وعدناكم الموسم اللي فات أن نغطوا أي حاجة تنموية تعنى بتنمية قدرات الأطفال ومواهبهم، والحمد لله الموسم هذا كانت عندنا تجربة من أضخم التجارب التي تعنى بتنمية قدرات الأطفال خاصة في المجال التطوعي وفي الحياة العملية. اليوم إن شاء الله حنكون في مهمة جديدة، والمهمة هذه مهمة إنسانية بالدرجة الأولى. تول انطلاق إن شاء الله لتمام الساعة 3 دقيقة تو عندي. الجون مصبي في الشوكة، أساس قالوا لي شنو بنديروا عمل تطوعي. يعني ترجعنا برا. طولوا. لا إن شاء الله لا. يعني 10 دقائق. شفنا مهام اليوم الفرقان، وشفت فريق اليوم كان الحمد لله فريقي هو اللي وصل الأول. عندي الآن أشياء عادية جدا متداولة جدا، نبوا حاجة سبيشل، حاجة خاصة، حاجة مميزة تأثر في الناس. أكيد أقنعوني. وهذا عمل تطوعي ضروري أي شاب ليبي يقوم به. طبعاً التطوع بشكل جديد، التطوع بطريقة غير تقليدية، كان أحد أهم المواضيع اللي غطيناها في يلا شباب ثلاثة. نحن تو قاعدين اليوم مع بعضنا كفريق واحد كأسرة واحدة، حابين نحن نتعرف على بعضنا عشان نقعدوا كتيم واحد ننزلوا في أقل وقت وننفذوا المهام متاعنا وما يعطل شغلنا. طلعنا من الحيطة كافي، والاسم اللي محبش أحمد بن دردف هذا طبعاً مكر. تمام، فكرة جديدة إن شاء الله يعني حتى مؤسسات أخرى تأخذ حذو المؤسسة هذه. زي ما قلنا إن التعليم قضية، حتى الصحة والمرافق الصحية حنا قضية بالنسبة لبرنامج يلا شباب. نحن عارفين إن يقولوا القطرة على الصخر مستحيل تحفره، لكن مع استمرار القطرات هذين إن شاء الله هتحفرها. هذه واحدة من المواضيع، إن ممكن في أولياء أمور يتأفأفوا من كثرة التحاليل. طبعاً الناس قالت تشتغل في الشغل ما شاء الله. الحمد لله، بس عاصرنا يعني عاصرنا فترة الأزمة، أشد الظروف اللي مر بين المستشفى يعني نحن قاعدين نعانوا منها. حتى اللي تم تشخيصها من تونس يتزول للعمل، حاولوا فيه لنعانا بنغاز. أنا هذه أول تجربة لي في برنامج يلا شباب، وإن شاء الله يعني ننظر يجد أفضل من برنامج من المواسم اللي قبلهن ومنتظرونا. يعني أول صعوبة واجهتنا نحن يعني طلبة، هذه أول صعوبة واجهتنا يعني تأخرت شوية، تأخر في الامتحانات، في الدراسة، في
والشيء الاخر يعني الدعم للبرنامج ما كانش ويدا كان ان شاء الله ان شاء الله يلا يلا شباب الموسم هذا تشوفوه بطريقه مغايره عن الموسم اللي قبله والموسم اللي فات. بما ان برنامجنا خاص بالشباب وبالشريحه الشبابيه السنه هذه حاولنا ان نكثف جهودنا ان نوروكم اكبر عدد من المواهب الشبابيه وخصصنا لهم حلقتين في الموسم هذا وان شاء الله الحلقتين هذين فيهن مفاجاه حتتعرفوا عليها بشكل كبير والمفاجاه هذه خلوها حصريه في برنامج يلا شباب حتتعرفوا عليها في الحلقه مش حنحرقها عليكم في الحلقه هذه. طبعا درنا تشكيله يعني حتلاحظ ان في فن السيراميك في فن الاورغامي يعني انا ما نحبش نبالغ في الادوات متاعتي هوايتي الرسم طبعا نحب الرسم حلو فلقيت في مشاركه هنا رسم سريع حبيت نشارك وهذه لبسه هنديه اللي هي المسلسل انا صغير يعني ما حد داك السن كامل المقوى صغير نخرج طبعا في فرق بين الجلاس اتشينج والجلاس انجريفنج طبعا هذا كي نحت والحفر يفرق انت شنو حتعرضوا لنا بس نعرضوكم بس تمام ببالكم تدوروها في الحواشين ولا برا كلمه الحبكه كلمه عربيه سؤال للمشاهدين جاوبونا اليوم على صفحتنا ما معنى كلمه حبكه انا حاليا نفسي في قصه فار فروم رياليتي بعيد عن الواقع توصل عند مستوى معين بعدها ما عادش حتقدر تقدم انت صفحات البرنامج طبعا حكينا عليهم في نهايه الموسم اللي فات ونعاود ونحكوا عليهم تشوفوا فيهم قدامكم على الشاشه صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى التويتر وطبعا اكيد ما ننسوش قناتنا على اليوتيوب قناتنا على اليوتيوب وعدناكم ان حينزل عليها جميع حلقات الموسم الثاني والموسم الاول وباذن الله السنه هذه مجرد ان يكمل برنامج يلا شباب ثلاثه حتلقوه متوفرات اونلاين وطبعا اكيد النسخه الاصليه وهيك نكون وصلنا بكم لنهايه حلقتنا ان شاء الله يعني قدرنا نتلاعبوا شويه باعصابكم ونخلوكم شويه متشوقين انكم تعرفوا الحلقات الخاصه ببرنامج في الموسم الثالث ونعاود نقولوا تحت شعار هذا وقتها طبعا في النهايه نحب ونشكر اي حد تواصل معنا نشكر كل حد اعطانا ملاحظه طورنا بها البرنامج وشكر خاص من فريق عمل يلا شباب لكم انتم مشاهدينا متابعينا لان لولاكم انت ما كناش قدرنا نكملوا مسيره البرنامج اخر حاجه ثبتوا مواعيد عرض البرنامج ان شاء الله حتفرجوا عليه في شهر رمضان المبارك وثبتوا طبعا معاه القنوات اللي حتبث البرنامج الحمد لله طبعا الموسم اللي فات قدرنا نبثه في 3 قنوات الموسم هذا مش معروف في كم قناه لكن ثبتوا المواعيد كويس وطبعا اكيد يهمنا تعليقاتكم ويهمنا ملاحظاتكم للبرنامج عشان هن اللي نرجعوا بيهن باش نقدروا نرفعوا من كفاءه البرنامج بتاعكم وفي النهايه نقولوا اذا وفقنا فما التوفيق الا من عند الله واذا اخطانا فهو مني ومن الشيطان ومع بعضنا نقولوا يلا شباب وداش ما دامك قادر ساهم في التغيير